باب مذاهبكم في الرؤاة. رقق ورشو كل راي وقبلها مسكنة يا أنه الكسر موصلا ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاف كملا وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا وفي شرهم أنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعضهم تقبلا وفي الراي ورشي سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحي للسبعة الملا وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا ويجمعها قد خص درت وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا وما بعده كسر أو الياء فما له بترقيقه نص وثيق فيمثلا وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميلا أو الياء تأتي بالسكون ورومهم كما وصلهم فبل الذكاء مصقلا وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا.